من حلقاتنا الخاصة للسبيشال انجريدينز الأسبوعية، شيف اليوم حيعرفنا على أشهر وصفات من نبتة السبانخ. شيف، هاي ملك، كيفك؟ مشكور الله. يعني اليوم حلقتنا ذكرتني باباي. انا كمان سبانخ. في حدا ما بيتذكر باباي سبانخ؟ هو وزيتونه فعلا زمان. اليوم ايه حنعمل؟ اكل عن سبانخ. حنعمل شوربه مثل شوربه اسبانيه بالسبانخ والشوريتزو. حنعمل دب اللي هي بتعرف هذيك مره عملنا ارتشوك دب، ارتشوكي دب حتى مع الخبز. واحد حنعمل واحد بالسبانخ. اوكي، حنعمل جراتان بالسبانخ. يلا فحنبلش هلا بالشوربه. اول شيء حناخذ طنجره، هناخد بصل. يعني عطول نحن لما نسمع سبانخ يعني شيء كثير مفيد للصحه. اكيد السبانخ عالي بالحديد، ما ننسى عالي فيتامين اي وكي اللي هن من اهم شيء للجلد والشعر، ضفير، عظم. اكيد حتى منيح للدايت. اللي بتعرف كثير ناس بتحب تعمل دايت الايام، كمان للدايت كثير منيح. حتى للمشروبات بيعملوا مثلا ديتوكس، بحطوا مظبوط سبانخ تفاح. سبانخ مع التفاح. سبق نحن عملنا مزبوط مرة عصير للديتوكس وكنا حاطين فيها شو سبانخ وغوكا وتفاح وسلري. فعم نعمل بصلة ناعمة، حنحط معها سلري وكرات. حنحط فيها زيت للمقلية للطنجرة، عفوا، عشان بلش يسخن. نحن في شوربات بنحط لها سبانخ بالشرق الاوسط اجمالا؟ في شوربات، في يخنة مثل الشوربة اللي يخنة سبانخ. انا بس هي كلها شوربة بتعرفي فيها لحمة وبصل وثوم وشوربة عادي. شوربات بسبانخ لا، بس في فطيرة سبانخ اللي بتنعمل فطيرة الشام بالفرن. حنفهم بكرات. اكيد في عنا فطاير السبانخ مثلا وشوربه هلا بدنا نحط لهم حر وحامض ورب الرمان وسماق وجوز، وفي ناس بحطوا صنوبر فيها.